أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت بعنوان معاً أربعة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي السفارات في البلاد. هذا ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية حقوق العمال في البلاد، بالإضافة إلى توعية العمالة بالحقوق المكفولة لهم بموجب قوانين العمل وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم وتحفيز المجتمع للمساندة في قضاياهم. معاً أربعة عنوان المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت، والذي وقعت اتفاقيته بين الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. الهيئة العامة للقوى العاملة تؤمن بضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع الكويتي في توعية العمالة وأصحاب العمل وتعريفهم بالتزاماتهم وحقوقهم وواجباتهم. ومن ذلك الهيئة وقعت اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد مؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت، وأطلقت مشروع معا أربعة المعني بتوعية أصحاب العمل والعمالة بشأن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قوانين قانون العمل وقانون الأعمال المنزلية. هدف المشروع توعية العمالة بالحقوق المكفولة لهم بموجب قوانين العمل، مع تقديم الدعم القانوني اللازم لرفع تصنيف دولة الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية. الاتفاقية هذه هي عبارة عن مشروع وطني معاً أربعة لتثقيف العمالة الوافدة، وتحتوي على عدة أنشطة، منها الدعم القانوني والدعم الاجتماعي والدعم النفسي والدعم والاستشارات القانونية سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق منصة إلكترونية، وتوفير الترجمة الفورية وطباعة الأدلة والقوانين بحقوق وواجبات العمال. جاء المشروع وفقا للاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من حكومة الكويت، ولنشر ثقافة حقوق الإنسان وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال قانون العمل الكويتي وقانون العمالة المنزلية. خطوات استباقية لتذليل العقبات وحل المشكلات بين صاحب العمل والعمالة وفق أطر قانونية تساهم برفع التصنيف العالمي لدولة الكويت في المحافل الدولية. فيصل الجاسم، تلفزيون دولة الكويت.